مباراة برشلونة وخيطافي في الجولة 29 من الدوري الإسباني. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لك الشرابي غنيز. وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بخيطافي. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 2:15 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 3:15 بتوقيت القاهرة، والساعة 4:15 بيكون من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة بي ان سبورت وحيد الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بقناة وتفعيل خاصة تساعد الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضربكم موعد في موعد قادم.